السيرولوجي. دلوقتي هنبدأ في بعض الاختبارات المناعية. قال لك ان فيترو بره الجسم، حلو، بنشوف الرياكشنات اللي بتحصل بين الانتيجين والانتي بودي، وعلى فكرة الرياكشنات دي هايلي سبيسيفيك، مخصوصة جدا. السيرولوجي بنستخدمه في تشخيص الامراض، لان كل انتي بودي او كل انتيجين بيبقى لكائن معين. للكوناون اند سيرا، ان احنا نعرف كمية الانتي بودي ضد مرض معين. نوين اورجانيزم، نعرف مرض معين، نقيس كمية الانتيجين او الانتي بودي. والبلاد بانك فور تايمينج، نعرف عينات الدم وعينات الانسجة. طيب انتيجين انتي بودي ديتكشن تكنيك، ايه التكنيك اللي بنشتغل بيه؟ بنقيس الانتيجين انتي بودي كومبلكس باستخدام راديو ايزوتوب النظائر المشعة، فلوريسنس داي صبغة المشعة، انزيم ليبلد انزيمات المشعة، او نقيس الانتيجين انتي بودي انتر اكشن، نقيس التفاعل اللي بيحصل بين الانتيجين وبين الانتي بودي. البريسيبتيشن ترسيب، الاجلوتينيشن النيتروليزيشن، الكومبلمنت فيكسيشن، ونقيس كمية الاميون ريسبونس ان فيفو او داخل الجسم. في تيست اسمه الاي جي جي، دالاتكس اجلوتينيشن، تيست ترسيب، دايركت فلوريسنس، اندايركت فلوريسنس، راديو اميونو، انزيم، فلوريسين، كل دي التستات بتاعت اللي بنعلم بيها الانتي بودي. رايا ده اكتر تيست للانتيجين انتي بودي، سنسيتيف حساس، واكتر تيست بيقيس الراديو اكتيف او الانتيجين المشاع، واللي هيتفاعل مع انتي بودي معين، تمام، وبيقيس الهرمونات المشعة. فلو عندك انتيجين ده بيقيس كميتها، بيقيس الراديو اكتيفيتي، الانتيجين ده هيتفاعل مع الانتي بودي وهو بيقيس الكمية. اميونو فلوريسنس، قالك ده بيقيس الفلوريسين داي او الصبغة المشعة زي الفلوريسين سايوسيانيت تيست، وده بيتقاس بالانتي بودي فلوريسنس مايكروسكوب. ده بيتقاس في التيشو وفي السل المعينة، وده في منه دايركت وان دايركت. الانتيجين بيتفاعل مع الانتي بودي ويعملوا ليبلد انتي بودي. الطريقه دي اسمها الدايركت، ان الانتيجين هو اللي مش عارفينه وبيتفاعل مع انتي بودي احنا اللي جايبينه وبالتالي بيحدده. الاندايركت لا، ان احنا عارفين الانتيجين بس مش عارفين الانتي بودي، فخلينا ان احنا بنتاكد من وجود الانتي بودي ضد انتيجين معروف بس كده. الاليزا بقى، ده انزيم بيقيس كمية الإشعاع، بيقيس الإشعاع. الإنزيم ده اسمه بيروكسيديز، بيدي لون معين يعبر عن كمية الأنتيجين أو الأنتي بودي، تمام. بريسبتيشن رياكشن أو تيست الترسيب، ده الأنتيجين أنتي بودي على هيوش يا كواليتاتيف، ده بيقيس كمية الأنتيجين وكمية الأنتي بودي اللي بتحصل، أو كواليتاتيف بيقيس الترسيب لو حصل، كوانتيتاتيف ده بيقيس الكمية. adding decreasing amount of antigen، بنقعد نحط الأنتيجين عشان نقيس كمية الأنتيجين في ثبات الأنتيبودي. الاميونو فلوريسنس او الاشعاع، او الاميونو الكتروفوريسيس، سوري، قياس المناعه الكهربائي، ان احنا بنجيب السيرم او الدم نحطه في الاجار ونقيس الكومبوننت بتاعتنا وبس، مش علينا طبعا الخطوات. اجلوتينيشن ده بيقيس الترسيب، وده اما بطريقه دايركت واما بطريقه اندايركت. طريقة الدايركت ده بيقيس بيها الانتيجين او الانتي بودي بس كده، وبيقيس الاجلوتينيشن بيقيس الترسيب لو حصل.
الطريقة الاندايركت ده بيدور على الانتي بادي او بيقيس الانتي بادي. الدايركت بيقيس الانتي بادي زي ما قلنا في حالة مثلا الاريثروبلاستوزيس فيتاليس. بس كده، ده بكده كل التستات والحاجات.